أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا حلف شخص ورأى خيرا منه وأراد أن يكفر، سؤال: هل يعمل الأصلح ويكفر أم لا بد؟ يقول عبد الله عنكم: إذا حلف شخص ورأى خيرا منها وأراد أن يكفر، السؤال: هل يعمل الأصلح ويكفر أم لا بد أن يكفر أولا ثم يعمل الأصلح؟ كلاهما جائز، كلاهما وردت في الروايات أنه يقدم الكفارة ثم يعمل الأصلح أو يعمل الأصلح ثم يكفر، كله جائز، المهم أنه يكفر.